السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نحول صورة لو انا عندي فلف الورد صورة، ازاي احولها لابيض واسود؟ يعني مثلا عندي الصورة ديت او اي صورة، ممكن تكون ما في صور كتيرة، كل اللي عليا ان انا اعمل سيلكت على الصورة ديت واجي هنا في كلر واختار اول واحدة، ده بيديها لي ابيض واسود. ممكن تغير الحاجة شوية، الطريقة ديت تديها نسبة من الابيض واسود، بس هي دي الافضل. ممكن تجرب دول لو انت عايز، تمام؟ في حاجات بتبقى غامقة قوي، تمام؟ بالشكل ده.